جمهورنا اللي معنا على الاستوديو. مساء الخير الجمهور اللي تشاهدنا عبر الشاشة. عبر تاريخ الأغنية المغربية تنقدم لكم أحسن ما عند الفنانين ديالنا، أحسن ما في الأغنية الأصيلة والشعبية. ضيفنا اليوم هو سفير الأغنية والموسيقى اليهودية المغربية، من صغره الإيقاعات المغربية في دمه، حبه للقصائد المغربية الأصيلة خلاته يهتم بالموسيقى الأندلسية الملحون والغرناطي. اشتغل على أكثر من 10 ألبومات لنشر الأغنية المغربية التقليدية، محبوب في المغرب وخارج المغرب، وهو معنا اليوم على استوديو لايف. استقبلوا معايا بالفنان ماكسيم كاغوتشي. انتي صغيرة ومسررة، انا تنموت عليك، لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج بيك. وانتي صغيرة ومسررة، انا تنموت عليك، لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج بيك. يهديك لا تزيد لي بعذابي، قل لي امتى نجيك مع احبابي واصحابي، خطبك لوالديك باش يكونوا نسبي، خطبك لوالديك باش يكونوا نسبي. راني خايف عليك او انا اللي نتزوج بيك، او انت صغيره ومسرره انا تنموت عليك، لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج بيك. لو كان كنت تعذر والرحمة في قلبك، أنا عييت ما نصبر مونا مور حتى نشوفك. أنت طول العمر كل طبلي نعطيك، أنت طول العمر كل لعطي نعطيك. عييت ما نصبر أو أنا تنموت عليك، أو أنت صغيرة ومسرارة أنا تنموت عليك، لا تحبيني ولا لا أنا اللي نتزوج بيك. Je t'ai longtemps cherché pour enfin te trouver. À casa, je t'ai ramené pour te marier. Je suis heureux, tu es la mariée. Je suis heureux, tu es la mariée. En français, je t'aime, l'arabe, y'a quel mot t'aider. Ouais, tu es grand, on se rêve, elle est le mot t'aider. Let's happy ni ou l'ana, elle est l'insoujibi. Ouais, tu es grand, on se rêve, elle est le mot t'aider. Let's happy ni ou l'ana, elle est l'insoujibi. Ouais, tu es grand, on se rêve, elle est le mot t'aider. لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج بيك، او انت صغيره ومسرره انا تنموت عليك، لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج
علاش يا روحي وعلاش مشيتي خليتني علاش علاش يا روحي وعلاش مشيتي خليتني علاش منويت زماني جرالي وانت يا ربي شوف من حالي نشوفك يا نور عيالي علاش يا روحي وعلاش منويت زماني جرالي وانت يا ربي شوف من حالي نشوفك يا نور عيالي علاش يا روحي وعلاش سقسي وين مشيتي سولني وين ماما جاوبني وانا الدمع تجري في عياني وقلبي يكتب همي منويت زماني شرالي وانت يا ربي شوف من حالي ونشوفك يا نور عياني يا نور عياني علاش يا روحي وعلاش منويت زماني جرالي وانت يا ربي شوف من حالي ونشوفك يا نور عياني علاش يا روحي وعلاش يا روحي وعلاش مشيتي خليتني علاش علاش يا روحي وعلاش مشيتي خليتني علاش منويت زماني جرالي وانت يا ربي شوف من حالي نشوفك يا نور عياني علاش يا روحي وعلاش منويت زماني جرالي وانت يا ربي شوف من حالي ونشوفك يا نور عياني استوديو لايف بمرافقة الأستاذ الكبير سعيد بن تقى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونهار كبير هذا وشكرا pour l'invitation اختي سناء وهذا جمهور عظيم.
خويا بنتيقى شرف ليا جلست معكم. ماكسيم بعدا كي جاك اللايف ديالنا؟ واو واو. لينا حنا بالنسبه للمطربين اللي كيبغي هاد المهنه خصو اللايف ويعزف موسيقيين، وهذا شرف ليا باش نجي ونغني افيك دو غران ميوزيسيان. دوزيام دائما تتقبل الخدمه المتقونه. ودايوغ لا بروميير تيلي ديالي اول تلفازه مغربيه مع دوزيام. عيش دوزيام دائما. ماكسيم باش الجمهور الشباب يتعرف بك اكثر، كبرتي في المدينه القديمه ديال مدينه الدار البيضاء، عائلتك غوتشي عائله فنيه ابا عن جد، هضر لنا شويه على وقت الشباب والفن في هذاك الوقت، وعاود لنا شويه نوستالجيا. النوستالجيا غادي نقول لك يحسر على دوك الايام. الله الله. لان كبرت وتزاديت في المدينه القديمه، كبرت في الزنقه، والزنقه كانت مدرسه. المسكين من الاول كان مسكين حيتاش ما عندوش لا ارض لا دار اللي هي ديالو، ولكن ما كان مخصوص حتى شي حاجه. كان عندنا تيرانات ديالنا، المسكين كان كيمشي للسينما ديالو. يعني كل شيء في حي واحد، كل شيء في حي واحد، وكان واحد تعيوش كان مغربيت كما كنقولوا. هذا هو. والفن، الفن في هذوك الاحياء كي كان؟ وكان ديما الفن، ديما الحفلات. لان ذاك الوقت ما كانوش العراسات كيداروا بحال اليوم في الفيلات ولا في لي زوتيل. كل شيء اللي عنده شي مناسبه كدار في الشطح. هادشي اللي كنعرف. سطوحة كبرت تما وديما كاين نشاط، يا كلشي تيحضر. والعرس ما كانش غير جمعة أولا سبت، كان السيمانة كلها. دونك كبرنا ديما في الحفلات. الحمد لله الحمد لله. توت لي زوكازيون سون بون. غادي نعطيك أسماء وأنت غادي تقول لي شنو هما الخصوصية ديال هاد الفنانين. إلا قلت لك ريموند البيضاوية شنو ترد عليا؟ وريموند البيضاوية إنسانة بهذاك صديقة، واخا هي كبر مني، اللي كنحترم، لينا حتى هي دفعت على الغناء بالنسبه للمراه المغربيه. وحاجه اخرى الي باتريوتيك، لينا سمات راسها ريموند ماشي ابو كاسيس، البيضاويه، لينا هي تزادت في الدار البيضاء. بيضاويه حور. الحمد لله. البير سويسا. واو البير سويسا هو بالنسبه ليا سي الله يرحمه، اللي كتب تقريبا بين 700 ل 1000 اغنيه، منها شي اغاني نيت النجاه تعتابو، منهم شحال من اغنيه الان كتغنى ديالو، منها العطار، منها قوموا يا نجيبوا الزغراتات، اغاني وطنيه اللي هو الرايه المغربيه، الصحراء المغربيه. غنى نيت كنا في الدار اللي انا خدمت معاه، كان صديق الوالد الله يرحمه، في 84 ملي المغرب نجح في لوس انجلوس، كنكتب واحد الاغنيه سور بلاس، شد ورقه وستيلو بدا كيكتب جريتي نجحتي يا عويطه، جريتي ربحتي يا نوال، في لوس انجلوس يا رجال تما جرى عويطه ونوال، والمغرب نجح بين الدول. الحمد لله دائما ناجح المغرب. سامي المغربي. سامي المغربي اول مواطن مغربي، لان ايامات البروتكتوره الفرنسيه اللي كانت حاكمة على المغرب، ومشى باش يسجل في فرنسا، وبغاو يعطيوه السميه سالمون امزالا، قال لهم لا انا المغربي، سامي المغربي، ويبقى ديما مغربي. اول واحد سمى راسو مغربي ودافع على التراث المغربيه، واخا هما كانوا لينا عرفته وخدمت معاه، وعاود لي شحال من نكته اللي دازت لينا. اغنيه ديال الف هنيه وهنيه هو اللي استقبل الله يرحمه محمد الخامس ملي رجع من سان جيرمان لاهي، وتما غنى الف هنيه وهنيه باش تقبل به. زهره الفاسيه. زهره الفاسي. زهره الفاسيه. الوغ زهره الفاسيه هي تزادت في ديما ديال الشعبي ديال في اسفي، وسمات راسها فاسيه لنا، كبرت في افاس، وهي اول مراه دفعت باش يمكن ليها تغني، لان ذاك الوقت ما يمكنش. 1940 كانت هي. وقبل
وغنات شحال من اغنيه حتى هي اغاني وطنيه على العروسه وحوايج اللي كانوا ما كانوش كيتغناو داك الوقت بحال العروبي سيتي اونتر لي فام كيبقى واحد الكوميتي ريستران ودات كتغنيوه تما منها هكا ماما طلقات فوالا اغنيه ديالها هكا ماما حيم بوتبول وحيم بوتبول غادي نقولوا حيم بوتبول هو غير ما صديق وصديق الوالد الله يرحمه كبرنا اونصومبل حيم بوتبول اول واحد دخل الجيتار في الاجواق لي زوركستر ديال العراسات اول واحد جاب لا باتري جاب جدد وعطى واحد القيمه للاجواق ديال العراسات انت شنو استفدتي من هاد الناس كاملين من هاد الفنانين الكبار تربية أحسن ما تقول أحسن ما قلتي فقرتنا فقرتنا أكابيلا بيانو لايف 100% ماكسيم تواجد واجد ديما شنو غادي تغني الجمهور اللي تيتفرج فينا عبر الشاشة والجمهور اللي معنا اليوم نغني أغنية قديمة بواحد أرانجمون جديد هي اغنيه اللي كانت تغنى في العراسات ديال اليهود في المغرب ما كانش عرس اللي ما كيغنيوش هي باللهرج واليوم غادي تسمعوا مرحبا فيرسون فيرسون جديده يا مولانا أو قدمنا لك لعزيز عندك أو قدمنا لك لعزيز عندك بزهوة دمين أو بشا سيدنا إبراهيم لي وابكم وابونا وبجا إسحاق وإسماعيل يغفر لنا ذنوبنا يا بلارج يا طويل القيمة يا سكن في بروج لا تنين لا ترعاش بحيرة للا مولات الخلخال بورت لي إما شوشتي مدفورة هادي 7 سنين ما صليت كي مشيت نصلي شفت الصورة اتفكرت خليلتي وبكي يا بلا رجيا طويل القيمة يا ساكن في بارور لا تنين لا ترعاشي بحيرة للا مولات الخلخال بورت لي إما في يوم الجمعة يا إما يتسامحوا الأرواح جاني محبوبي جابي دمعة قلت له يا محبوبي تسامحوا الأرواح
يا بلا رجيا طويل القيمار يا سكن في باروج لا تنين لا ترعاش بحيرة للا مولات الخلخاء بورتني ماكسيم كاروتشي على استوديو لايف. شكرا ميرسي. والان غادي نستمعوا ماكسيم غادي نستمعوا لريحته مشات مع ماكسيم كاروتشي دائما على استوديو لايف. علاش وعلاش خدت عقلي
خلتني بلاش كيفاش نواسي فرحت ومشات علاش وعلاش فرحت ومشات علاش وعلاش خدت عقلي خلتني بلاش كيفاش نواسي قولي كيفاش فرحت ومشات او علاش وعلاش ماكسيم غنكملوا النقاش ديالنا دائما دائما تتحيي حفلات واعراس المغربيه في البلاد وخارج البلاد نقدروا نقولوا انك دائما هز المشعل ديال التراث المغربي واش نفس الصدى تتلقاه في الحفلات خارج المغرب كيف ما تتلقاه هنا في المغرب ومع هاد الشباب يعني ديال هاد الجيل الجديد متى تكون خارج البلاد وخارج البلاد العراسات كلهم كيدوزوا بحال المغرب حاجه واحده اللي هي ناقصه هو العراسات في الخارج كيداروا في لي زوتيل وهنا كاين اللي عنده فيلا كاين اللي عنده دار ديالو كل واحد وكاين ناقصه داك الاركيتكتور ماروكان الناس موحشين تراث البلاد ولكن ماشي بحال البلاد ماشي بحال البلاد ولكن العلاقة لأن زمان كنا تنحسو أن المغاربة يعني تيحبوا التراث وكانوا من تتغني خارج البلاد كانوا تيكونوا يعني ملهوفين على هاد الغناء ولكن هاد الشباب اللي طالع دابا واش فاهم ليه؟ ضروري لأن الإحساس ديال الإنسان هو تاريخ بلاده ما يمكنليش يزيد لقدام بلا الإحساس دونك والاساس هو التاريخ ديال البلاد طبعا واي دار كتخليها كتشوفهم ديما كلشي شعل هذا هو لوليان شعلين دوزام هذاك هو لوليان اللي عندهم مع البلاد الحمد لله ياك بدا شعلين دوزام شعلين ديما دوزام هذا هو اللي مهم انت متخصص في الاغنيه التقليديه الشعبيه الملحون والاندلسي شنو رايك في الاغنيه الشبابيه المغربيه اليوم وضروري من الاغنيه الشبابيه كاين اللي هما كيحتفظوا على التراث كاين اللي كيخرجوا على التراث ولكن كنعيا نقول لهم انا بالنسبه ليا الله يعاون كل واحد ولكن ما تنساش الروح ديال بلادك واليوم حنا الحمد لله شفنا النجاح ديال زكريا لان كيغني بالروح ديال البلاد ومغير الاخرين بحال نعمان الحلو تبارك الله هادو كلهم هادو اللي اساتذه ديالنا الحمد لله كاين جيل جديد تيشتغل بشكل جديد على الأغنية التراثية نجدو أسماء نبيلة معان رضوان الأسمار عبير عبد شنو رأيك في هذا الجديد؟ هذا الشيء التوزيع ديالهم الجديد هذا الشيء أنا كنت تنديرو هذه تقريبا واحد 30 عام لأن في العراسات الجيل الجديد ما بقاش ما بقيناش كنتصنتوا في الراديو لاني اغاني مغربيه بصفه عامه لا الملحون من الاول بعدا في رمضان كانوا قصايد كانوا نوبات ديال الاله هادشي ما بقاش دونك الجيل الجديد كيتصنت لداكشي اللي كنعطيوه وتراث البلاد ما بقاتش كتصنت ولا بغيتي تصنت ليها خصك تسنى الوقت الميت كتسنى مينوي 1 اور 2 اور دو ماتان عاد كدوز اغاني مغربيه دونك هادشي اللي داروا كيجددوها باش الجيل يتصنت بحال انور الاسمر رضوان الاسمر ملي نبيله معان سلامه راحت سلامه راحت حتى هما كلهم جددوا هاد التراث باش لا نوفيل جينيراسيون تصنت وكيقلبوا كيقولوا هاد الاغنيه وازين ولكن هي مطور ما كيعرفوهاش باش من الاصل اكتشفوها والحمد لله اليوم تعرفوها ان التراث المغربي هذا هو اللي مهم غادي نخليوك مع الجمهور ديالك الجمهور المغربي جمهور. كامل الحمد لله اللي تيتفرج غنخليوك مع الاستاذ الكبير المايسترو سعيد بن تقى ميرسي بوكو وانا ما عليا غير نخليكم ان شاء الله غنتلاقاو مع مطرب جديد على استوديو لايف جديد
بالفضا ليخدي حوايجو من كل فعالة دوك الخلالة خراس كبار ونبنى وميات ريال باش نكفي حسن ماما عطيل لماما عطيل لماما عطيل لماما عطيل لماما لله تايبين الزين الزين ما نفوت واخا نموت بالحديد وتكون السلسلة عليا ويكون رسامة جديد دوك الخلالة خراس كبار ونبدا وميات باش نكفي حسن ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما سرغينا ما ناكل فيه منظوف يخلي مولات بنت حليمة اللي عشنات علاش يا محبوب هاد العملة عملت بيا وكثرت عيوب شفيتي الحاسدين في دوك الخلالة خراس كبار والبلا ومية ريال باش نكفي حسن ماما هكا ماما عطيل ماما هكا ماما عطيل ماما هكا ماما عطيل ماما هكا ماما عطيل ماما عطيل ماما هكا ماما عطيل ماما هكا ماما هكا ماما مولاي إبراهيم صاحب الكودة ليفدي حوايجه من كل فعالة دوك الخلالة خراس كبار ونبلا وميات ريالة باش نكفي حسن ماما عطينا ماما عطينا ماما عطينا ماما هكا ماما سرغينا ما ناكل فيه منطقو يخلي بولاتو بنت حليمة اللي عشناتو علاش يا محبوب هاد العملة عملت بيا تنت عيوبي شفيتي الحاسدين فيا دوك الخلال خراس كبار والمبلا وميات كلش معاك نكف حسن ماما عطي لماما عطي لماما عطي لماما عطي لماما خبز سرغينا ما ناكل فيه منطق ويخلي مولات بنت حليمة اللي عشناتو علاش يا محبوب هاد العملة عملت بيا وكثرت عيوبي شفيتي الحاسدين فيا دوك الخلال خراس كبار والبلا ويا دريانا باش نكفي حسن ماما عطي لماما خطبك الوالدي باش يكونوا نسبي خطبك الوالدي باش يكونوا نسبي راني خايف عليك او انا اللي نتزوج بي او انت صغيره وصغيره انا تنموت علي لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج بي انا
لو كان كنت تعذر